الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع شرح ومع تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 22 من ذي الحجة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر التاسع لعام 17 و2000، وقد وقفنا على أول من يستفتح الجنة ويدخلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله في الآخرة عدة شفاعات. قال المؤلف، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أول شيء يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامات ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي في من ابتغاه وجده. بارك الله فيك. الحمد لله. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفتح يعني يطلب أن يفتح له، لأن السين والتاء الطاء. وجاء الحديث أنه يأخذ بحلقة الباب فيقعقع الباب، فتقول خزنة الجنة من؟ يقول محمد، فيقوم بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. وعدها العلم لشفاعة، وهي خاصة بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يتقدم أحد ولن يدخل جنة أحد قبله. وفي هذا فضل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جعلنا من أمة هذا النبي الكريم الذي هو أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح باب الجنة، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به وهي الشفاعة العظمى، يشفع لأهل الموقف ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين العباد بعد أن يتخلى عن هذه الشفاعة، يرى نفسه ليس له هذا المقام. آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، وكل منهم يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. يقول لآدم أنت الذي خلقك الله بيدي وأزدك الملائكة، ويقول لنوح أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبد الشكورة، ويقول لإبراهيم أنت خليل الرحمن، ويقول لموسى أنت كليم الرحمن، يقول لعيسى أنت رسول بني إسرائيل أو نحو ذلك، وكل منهم يعتذر حتى ويذكر ذنبا له، إلا عيسى لا يذكر له ذنب، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أنا لها أنا لها.
يقول يا رسول الله لا تشفع لنا الا ترى ما نحن فيه؟ يقول انا لها انا لها. يسجد لله عز وجل يفتح الله عليه الحمد لم تفتح لاحد من قبله ولا حتى يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ثم يقول ارفع راسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول امتي امتي. اول ما يذكر عليه الصلاه والسلام هذه الامه، يذكر امته في ذاك الموقف العظيم، مع انه جاء اليه يطلب الشفاعه من كل الامم حتى يبدا الله فصله، لكن اول ما يرفع راسه يذكر امته بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، كذلك استفتاح الجنه هذه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. في شفاعه كبار العلم انها خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، وهي شفاعه لعمي ابي طالب خاصه، اذ من المعلوم ان الكافر لا تنفع شفاعه الشافعي الا ابا طالب، يعني يستفيد ينتفع من هذه الشفاعه، لكن ليس انتفاعا تاما كاملا، فيخفف عليه بشفاعه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. فهذه ايضا خاصه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في شفاعات اخرى يشترك فيها مع الرسول عليه الصلاه والسلام من شاء الله من عباده، شفاعه من استحق ان يدخل النار ان لا يدخلها، شفاعه من دخل النار ان يخرج منها. في شفاعه ايضا شفاعه من دخل الجنه ان ترفع له الدرجه، الذين امنوا واتبعتم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. وهذه يذكرون منها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا برتبته، ومع ذلك الله يرفعهن إليه. فهذه أيضا شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، لكن خاصة به عليه الصلاة والسلام العظمى، وشفاعة لإيش؟ استفتاح دخول الجنة. الشفاعة جعل الوتر شفعا، سميت شفاعة لأن يضيف الشافع طلبه للمشفوع له عند المشفوع عنده، حتى يزيد طلب مع طلب، يضيف طلب إلى طلب. فالمشفوع له ماذا يريد؟ إما أن يدفع عنه ضر أو يجلب له نفع، فيأتي الشافع فيقول للمشفوع عنده اغفر لفلان أو اعف عن فلان أو ادخل فلان أو اخرجه من النار، فطلب وطلب فصار شفع. وهذه الشفاعة منها شفاعة مثبتة ومنها شفاعة منفية. المثبتة ما بنيت أو ما تحقق فيها شرطان، رضا الله عز وجل أو إذن الله عز وجل ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لابد أن يأذن الله، ما في أحد يشفع من غير إذن، يأتي ويشفع لم يأذن له الله عز وجل لا يمكن، فيشفع بعد إذن الله ثم بعد رضا الله عز وجل. رضا الله عن من؟ عن الشافع والمشفوع له. الله جل وعلا لا يرضى أن تشفع الأصنام، أن تشفع الطواغيت، كما لا يرضى الله عز وجل أن يشفع للمشركين، ما تنفع شفاعة الشافعين. فلا بد من هذا وهذا، لقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال جل وعلا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فلا بد من هذا. الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية، كشفاعة التي يرجوها المشركون من الأولياء يعبدونهم من دون الله، يقول هؤلاء شفعان عند الله، هذه لا يمكن أصلا. الأصل أن الله عز وجل لا يأذن لصنم أو لطاغوت أن يشفع، ثم الله عز وجل لا يرضى أن يشفع لمشرك. حتى والد إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، ربنا جل وعلا نهى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه المشرك. فلا يمكن أن تتم شفاعة المشركين إذا عبدوا الأولياء من دون الله، ولا يمكن أن تتم الشفاعة لمشرك الله جل وعلا لا يرضى أن يشفع له. فهذه الشفاعة حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، الكبائر يستحقون أن يدخلوا النار، يستحقون أن يدخلوا النار، لكن ليس بالضرورة كل من توعد عليه بالنار أن يدخل النار. فمعنى هو في النار كلها في النار إلا واحدة، معنى كل مصور في النار، معنى إلا أدخله الله النار، يعني المراد أنه يستحق دخول النار. فإن كانت معصيته دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء جل وعلا أن يعذبه بالنار، وإن شاء أن يعفو عنه.
وإن كان من الموحدين ولم يعفو عنه فإنه يعذب في النار لكن إلى أمد لا إلى الأبد. أما المشرك فيدخل النار ولا يخرج منها أبدا. هذا التفصيل معروف ومشهور عند أهل السنة والجماعة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخله النار أو هي في النار ليس بالضرورة أن يكون كافرا إذا توعد بالنار، حتى المؤمن حذر من النار وتوعد عليه بالنار وهو مؤمن من أهل التوحيد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل وعلا وقال جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أقوام من النار من أهل لا إله إلا الله، شوف قال لا إله إلا الله واحترقوا في النار حتى صاروا عمما يعني فحما، ومن أهل لا إله إلا الله. والعقيدة السنة والجماعة أن من توعد عليه بالنار وهو ليس بمشرك معناه أنه يستحق دخول النار، لكن هل بالضرورة أن يدخل النار؟ لا، هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه النار وإن شاء عفا، يحصل له سبب من الأسباب، إما شفاعة وإما حسنات يعني تمحو سيئاته، وإما بلاء وإما دعوة المصلين عليه، أما الصالح يستغفر له غير ذلك. هذا عقيدة السنة والجماعة. فإن كان من الموحدين ودخل النار فإنه يدخل إلى أمد لا إلى الأبد، وليس في ذلك تكفير لمن قيل أنه في النار ويستحق النار، ليس ذلك تكفير. كما أنه ليس فيه تعيين، يعني إذا قيل مثلا كل مصور في النار فليس معنى ذلك أن المصور فلان هو في النار بعينه، ليس ذلك تعيين، هذا وعيد، هذا وعيد. نعم. تبقى من يدخل النار ويخرج منها عقيدة السنة والجماعة بخلاف عقيدة الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فعندهم أن الذي يدخل النار لا يخرج منها، يستدل بقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية المراد في هذه الآية الشرك بالله الأكبر، الشرك بالله. وهل الشرك معصية؟ نعم معصية، ليس بطاعة، ها؟ ذنب، يعني إذا أطلق ذنب يشمل حتى الشرك، كما قال ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الشرك معصية ليس بطاعة، والشرك ذنب، ولكن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة التي تحيط به هي الشرك التي تحبط العمل، وليس مطلق المعصية يستوجب لصاحبه دخول النار والخلود فيها، لا يمكن هذا. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما الذي دون ذلك؟ هذه الآية تدل على أن الله يغفر، ها؟ يمكن يغفر ولا لا لما هو دون الشرك؟ يمكن. فكيف كيف تصرف هذه الآية؟ هل المراد أنه إذا تاب من الذنب قبل أن يموت؟ أصلا من مات من تاب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. المراد بهذه الآية حتما وقطعا من مات قبل أن يتوب من معصيته، صح؟ لأن أصلا لو تاب قبل أن يموت معصيته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب ما قبل حتى لو الشرك الأكبر، من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا انتهوا عن شركهم وكفرهم يغفر لهم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك الكافر إذا أسلم هل يحاسب على كفره؟ لا يحاسب على كفره، بل الإسلام يجب ما قبله. وكذلك كل ذنب من تاب إلى الله عز منه قبل أن يموت وصحت توبته بشروطها فإنه كمن لا ذنب له. إذن الآية هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء في حق من؟ في أهل المعاصي الذين إيش؟ ماتوا على المعاصي. أما الذي تابوا من المعاصي فالتائب من ذنب كمن لا ذنب له، لا يقال عن من زنى وتاب أنه زاني، ولا يقال عن السارق بعد أن تاب أنه سارق، ولا يقال عن الكافر بعد أن أسلم أنه كافر. لا، فصارت هذه الآية صريحة واضحة وهي قاطعة لضلال الوعيدية من المعتزلة والإباضية والخوارج، يكون إذا دخل النار ما يخرج منها، لا يدخل النار إن كان من التوحيد، فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار،
يدخل حتى لو دخل فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد ثم يخرج منها. فقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا المنطوق ماذا يفهم من؟ أن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين. الكفار الذين يقولون وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، يكذبون يوم الدين، فهؤلاء فما تنفع شفاعة الشافعين. طيب من لم يكن كذلك تنفع شفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل ورضاه. نعم. يقول الشيخ وسام تيمية الشفاعة الأولى والثانية والثالثة كما تقدم، قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بغير شفاعة. ولكن هؤلاء أيضا بعلم الله عز وجل أنهم ليسوا بمشركين، ما يخرج الله من النار أقواما قد أشركوا بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، ويقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيأخذ قبضة من أهل النار فيخرجون من غير شفاعة، حتى يقول شفع الشافعون إيش بقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم من النار، حتى أنهم لم يستوفوا كل ما يستحقون من العذاب. لأن إذا استوفوا كل ما يستحقون العذاب ما معنى هذا؟ ليس معنى أنهم خرجوا بشفاعة، فيبقى من يستحق العذاب وشاء الله أن يعذبه حتى يخرج آخر رجل من النار كما جاء في الحديث. طيب يقول بل بفضل ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا. الجنة واسعة عرضها السماء في الأرض. حتى بعض الناس إذا قلت لفلان يعني عنده من الضلال أو الانحراف أو كذا يعني يظن أنك تخشى أن يزاحمك في الجنة. أولا نسأل الله أن يكتب لنا الجنة جميع المسلمين. ثانيا يا أخي الجنة عرضها السماء في الأرض، حتى إذا أخذ أهل الجنة منازلهم يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل، حتى ينشئ الله عز وجل أقواما فيدخلهم الجنة، يخلقهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة، ما عاشوا في الدنيا وابتلوا ولا، يخلقهم الله يدخلهم الجنة لسعة الجنة، جنة واسعة. قال وأصنافهم، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، يعني ويدخل في الإيمان بهذا كل ما تضمنته الدار الآخرة من ذكر ما جاء في الكتاب والسنة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، فعل موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، كثير هذا في القرآن في السنة عن أحوال يوم القيامة. نعم. نقرأ عن تعليق الشيخ بن باز رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. يقول الشيخ بن باز، نعم. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا، هو أول من يستفتح باب الجنة، والله جل وعلا أمر ألا يفتح بابها لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يستفتح بابها وأول من يقرع بابها، ويقول له الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته بعد الأنبياء. اللهم صل عليه وسلم، نفذت كلمة عليه. اللهم صل عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته بعد الأنبياء عليهم السلام أمته، فأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أول من يدخل الجنة من الأمم، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة، الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبوا، وذلك بعد أن يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنها، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الناس إذا اشتد الموقف فيفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، يعني من المشقة والشدة، فيقول عليه الصلاة والسلام لست هنالكم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
هذا الحديث أيضا حديث الشفاعة المعروف حديث الشفاعة فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يوم القيامة يأتون آدم عليه السلام يقول أنت أبو البشر خلقك الله بيده. فلو كان غير آدم عليه السلام مخلوق أيضا بيد الله لقالوا مثل ذلك لمن ومن ومن، لقالوا لنوح عليه السلام أو لإبراهيم عليه السلام أو لموسى أو لعيسى، بل ما قالوا ذلك حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه إيش؟ مخلوق بيد الله عز وجل، هذه ميزته، ميزه الله بذلك آدم عليه السلام خلقه الله بيديه، وهذا نص القرآن والسنة، فهو دليل قاطع على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. حتى أن الله عز قال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاء بلفظ التثنية، فلو كان معنى اليدين هنا القدرة كما يقول التحريف لقال بيدي ما يقول بيدي، صح؟ لأن القدرة ما تثنى، يعني هل معنى بيدي يعني بقدرتي؟ ما يستقيم الكلام، إلا أن يكون قد خلقه الله عز بيديه، بيدين حقيقيتين تليق به سبحانه وتعالى. نعم، يقول لست هنالكم، يعني لست لهذا المقام، ما كتب الله لي أن نكون لهذا المقام فأشفع للناس. نعم، أيضا فيه دليل على أن الله يغضب غضبا شديدا، فذاك يقول اليوم غضب، فإن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا دليل على شدة غضب الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم، أعوذ بالله. وهل البدع يقول الله لا يغضب؟ الكتاب والسنة إثبات صفة الغضب، وهل البدع يقول الله لا يغضب؟ وإنما المراد بالغضب إرادة إيصال العقاب، أو العقاب نفسه هو الغضب، ليس أن لله أن الله يتصف بالغضب، هذا باطل، بل الله عز وصف نفسه بذلك، فذاك يقول الله فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففرق بين غضبه وبين أثر الغضب وهو الانتقام. آسفونا يعني أغضبونا، الله عز وجل يقول كبر مقتا عند الله، الله يبغض ويغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويعذب وينتقم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهذا من كماله جل وعلا. لكن يغضب سبيل الكمال، ويغضب على من يستحق الغضب، واضح؟ فإذا كان كذلك أصلا هذا يكون محمودا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هل كان يغضب ولا لا؟ هو كان يغضب، إذا انتهكت محارم لا يغضب، الأدلة كثيرة غضب عليه الصلاة والسلام، مع أنه الذي أوصى قال لا تغضب، فدل على أن الغضب الذي نهى عنه في قوله لا تغضب غير الغضب الذي كان يغضبه عليه الصلاة والسلام، إنما لا تغضب لأمر لا يستحق الغضب. أما إذا غضب الإنسان انتهاك حرمات الله أو الاعتداء على عرضه أو على أرضه أو على دينه يحمد عليه الصلاة. طيب، نعم. ويذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة وهو قد تاب منها، ولكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكمال إيمانهم عليهم الصلاة والسلام اذهبوا إلى غيره. طيب، آدم عليه السلام يذكر خطيئته، يقول عصيت الله أكلت من الشجرة، وقد نهى الله عز وجل عن الشجرة ونهى أن يقرب الشجرة، لكن وسوس له الشيطان فأكل من الشجرة، فتاب وتاب الله عليه، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام وتوسل الله بها؟ يقول جل وعلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين، فرب العالمين ألهمه هذه الكلمات، فهو توسل الله عز بهذه الكلمات، وهذا توسل عظيم مشروع، وهو الإقرار بالذنب كما في سير الاستغفار، إيش يقول؟ وأبوء بذنبي فاغفر لي. وكما في الحديث الذي سأل أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء فيه يقول في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الاعتراف بالذنب هذا وسيلة من وسائل مغفرة الله عز وجل العبد. فآدم عليه السلام تلقى من ربه هذه الكلمات وتوسل الله بها فغفر الله له. لكن العجيب في الأمر، العجيب في هذه القصة أمران اثنان، ما هما؟ الأول
أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة شجرة ما ارتكب ما يرتكبه الناس من الكبائر والفضائح والفواحش، ما أكل من شجرة وتاب إلى الله عز وجل وتاب الله عليه صح، ومع ذلك يذكر هذا الذنب إلى يوم القيامة، فجعل هذا الذنب مانعا له من أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ويسأله أن يشفع للناس ليبدأ في فصل. شوف لي متى هو يذكره، يعني بعض الناس قد يرتكب الذنوب كثيرا ولا يستشعر يعني ولا يستحضر الندم على ما صنع وكأنه لم يصنع شيئا. لا، آدم عليه السلام شوف الدرس العظيم هذا إلى يوم القيامة، وقد تاب وتاب الله عليه واجتباه الله عز وجل تاب عليه، ومع ذلك إلى يوم القيامة يذكر ذنبه أنه أكلت من الشجرة، أني عصيت الله أكلت من الشجرة. الأمر الثاني يذكر بعض العلم ابن القيم يقول آدم عليه السلام كان في الجنة فعصى الله فأخرج منها، اللي كان في الجنة من أجل معصية أخرج منها. قال وابن آدم، هذا آدم عليه السلام كان في الجنة من معصية أخرج منها، قال وابن آدم خارج الجنة ويعصي الله عز وجل ويرجو أن يدخل الجنة، يعني اللي داخل الجنة ها بالمعصية أخرج منها، فما بالك اللي خارج الجنة ويعصي كثيرا لا ويرد إيش الجنة. فإن لم يرحمنا الله جل وعلا وتجاوز عنا وإلا سنهلك لا شك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل جنة أحد بعمله، الأعمال قاصرة في العبد مهما بلغ، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى إلا أن يتغمد الله برحمتي وفضله. الله المستعان. طيب أكمل. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعدما وقع الشرك فيهم، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول مثل ما قال آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر دعوته على أمته اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب نوح عليه السلام هذا نص وحديث الصحيحين حديث الشفاعة، نص في أنه أول الرسل، وإنما كان أول الرسل لأن الخلق كانوا على ملة التوحيد حتى اختلفوا، فأشرك منهم من أشرك فأرسل الله نوح عليه السلام، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا منهم من أشرك بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل أول الرسل نوح عليه السلام، فهذا نص. وأيضا يستدلون على أن نوح عليه السلام أول الرسل بقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فقال هذا دليل على أن نوح عليه السلام أول الرسل، هو أول الرسل نص كتاب الله عز وجل، وهذا صريح جدا وفي الصحيحين أن الناس يقول أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. ما الدعوة التي دعا بها على قومه؟ يقول كانت لي دعوة دعوت بها، فرأى أنه بتلك الدعوة قد استعجل ما أبقى يعني مسألة اليوم القيامة أن يسأل الله عز وجل أن يشفع للناس، وإنما قد أعطي نصيبه، وهي قول وهي دعاه في قوله رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. شوف رجل واحد أغرق الله له الأرض ومن عليها، ما نجا إلا من كان معه في السفينة، حتى أن الماء نزل من السماء منهمر يعني شديد النزول وتفجر من الأرض، فالتقى ماء السماء على ماء الأرض، حتى من أوى إلى الجبال قد أغرقه أدركه الغرق، دعوة رجل واحد. لذلك المسلم لا يستهين بالدعاء، لا يستهين يعني شئنا ما بين، عندنا نوع من الاستهانة بالدعاء، يعني لم يحصل على المسلمين كوارث ولا يقتلون ولا يصلبون ولا يشردون، يعني بعض الناس ربما يقول يعني الدعاء إيش راح يفعل، وبعض الناس يقول يعني إخوانك وقتلوا
أقل شيء أقل شيء أقل شيء الدعاء تدعو لهم. لا أخي قولك أقل شيء أقل شيء أقل شيء هذا خطأ، هذا أعظم شيء، أعظم شيء أن تقدمه للمسلمين المستضعفين المضطهدين أن تدعو لهم، هذا أعظم شيء، ليس أعظم من ذاك، لا تبرعات ولا تدخل سياسي ولا لا، أعظم شيء أن تدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيده النصر وله حكمة، قد يسلط الكفار ليتخذ منهم شهداء، قد يبتلي المؤمنين المتقاعس عن نصرة المسلمين، قد يصاب المسلمون حتى يعودوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، قد يستحق من المسلمين مثل هذا العذاب وأشد، العلم عند الله عز وجل، إن كثير من المسلمين أيضا وإن كان هو في الإحصائية من المسلمين لكن يعبدون غير الله عز وجل ويسبون الله تبارك وتعالى ويستهينون في شرع الله عز وجل، فربنا جل وعلا ما يظلم مثقال ذرة، والمسلم عليه أن يرجع إلى الله عز وجل عند المصائب، وعلى المسلم أن يشعر بإخوان المسلمين وأن يقدم لهم ما يستطيع، وأعظم ما يقدم لهم أن يدعو الله عز وجل. لكن نوح عليه السلام قد دعا لقومه في الدنيا فوجد أن دعوته في الدنيا جعلته إيش؟ ليس لهذا المقام أن يدعو للناس، فيقول دعوت على قوم اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. نعم نأتي إبراهيم عليه السلام يقول فيأتون إبراهيم فيقول مثل ذلك إن ربي قد مثل ذلك، يعني إيش؟ يقول نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري. نعم قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. نعم إبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، فاستشكل البعض كيف نبي من أولي العزم الرسل بل أفضل رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم ويكذب ثلاث كذبات. أول ما معنى الكذب؟ وردنا نعرف الكذب ما هو؟ هو الإخبار خلاف الواقع، كما لو قال حضر فلان وهو لم يحضر هذا كذب، صح؟ فعلت كذا وكذا هو لم يفعل هذا كذب، لم أفعل كذا وكذا هو فعل هذا كذب، أنا ما قلت كذا وكذا هو قد قال هذا كذب، فيخبر خلاف الواقع هذا كذب، الصدق مطابقة الواقع. فإبراهيم عليه السلام ننظر في كلامه هل كذب؟ هو يقول كذبت كذب، ماذا قال؟ قال إني سقيم، وقال بل فعل كبير من هذا فسألهم كانوا ينطقون، وقال إيش عن زوجتي إنها أختي. نأتي بها واحدة واحدة. ذهب به قومه ليحتفلوا في يوم عيد، يوم زينة فيهم المعاصي ما فيه، فأراد أن لا يشاركهم، فماذا فعل؟ استلقى على ظهره فنظر نظرة النجوم، يعني لنا مستلقي ونظره إلى النجوم إلى الأعلى، فقال إني سقيم، حتى لا يذهب معهم ويشاركهم في المعاصي التي هم عليها. فلما قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، تركوه لكي لا يذهب معهم ما يستطيع. فهذا في الواقع هو سقيم مما يشاهد مما عليه قومه، وإن لم يكن سقيما يعني المرض الحسي الذي يقعد بدنه، لكنه سقيم مما يشاهد من قومه، سقيم وليس بسقيم. كثير من إلى يومنا هذا نستغرب، والله كلامك مرض، كلام فلان والله مرضني، مش مرض معنا أن إيش؟ أن يعني أصابه مرض عضوي حسي، وهذا المرض عيانا اللي غث الكلام اللي مرض أشد من مرض من كثير من الأمراض الحسية. فهو كان سقيما مما يشاهد من بني قومه، لكن أفهمهم خلاف الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنه ليس سقيم سقما بدنيا حسيا، صح؟ هم فهموا خلاف الحقيقة أن بدنه سقيم، فاعتبر هذا كذبا حيث أنه أفهمهم خلاف الحقيقة، وهذا هو تعريف الكذب، الإخبار بخلاف الحقيقة، هو لم يخبرهم بخلاف الحقيقة،
لكن فهمهم لكلامه مطابق الحقيقة ولا مخالف الحقيقة؟ مخالف الحقيقة، فسماه كذبا، سماه كذبا. الثاني هذا أصعب واحد. إبراهيم عليه السلام لما تولوا عن المدبرين ماذا فعل؟ رجع إلى آلهتهم، فراغ عليه ضربا باليمين حطمها. لما رجعوا وجدوا آلهتهم قد حطمت، تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم، أكيد ما في له، لأنه الذي دائما يدندن حول التوحيد والتوحيد ويسفه الشرك والآلهة الباطلة. ولذلك ما ذهبت أذهانهم إلا إلى إبراهيم عليه السلام. والمثل يقول إيش؟ كل أنام بما فيه ينضح، لأنه أصلا دعوته توحيد توحيد. فلذلك أول ما وجد الأصنام قد حطمت ما ذهبت الأصابع وأشارت إلا إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام. طيب أتوا إلى إبراهيم عليه السلام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لاحظوا إبراهيم عليه السلام لم يقل لم أفعل، هل قال لم أفعل؟ ولم يقل إيش؟ لست أنا الذي حطمت، قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكانت الأصنام قد حطمت جميعا إلا كبيرا له ما حطم، وكان ذا حكمة. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، صاحب حجة تعمد أن لا يحطم كبير الأصنام. لماذا؟ حتى إذا حصل هذا الموقف يقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا الأصنام اللي حطمها من حطمها، واسألوا هذا الكبير من حطم الأصنام الصغار. ولماذا هذا الكبير وهو كبيرهم ما دافع حتى عنهم وهم يحطمون؟ فإبقاؤه للكبير بالذات ما حطمه كان له حكمة في ذلك. والحكمة في ذلك هذا السياق، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو توقع أنهم سيتهمونه أو سيشكون في أول من سيشكون فيه هو، فلذلك ترك الكبير. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تأمل يا أبا حسن الكلام، لو قدمت فيه وأخرت طلع جدا جدا مطابق للواقع، لكن إبراهيم عليه السلام من حجته أخر فيه وقدم حتى يفهموا خلاف الواقع. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو كان الكلام هكذا إن كانوا ينطقون فعلوا كبيرهم يعني، وإذا كانوا ما ينطقون لم يفعلوا كبيرهم. هل هذا كذب؟ صحيح، إن كانوا ينطقون فاسألوهم وكل الذي قد فعله كبيرهم، لكنه قدم أخر الكلام حتى يفهمهم خلاف الواقع. فما قال لم أفعل، ما قال ما حطمت، وإنما قال فاسألوهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو رتب الكلام هكذا إن كانوا ينطقون فعلهم كبيرهم يعني، وإذا كانوا ما ينطقون لم يفعلوا كبيرهم. لكن هل فهموا خلاف الواقع؟ فهموا خلاف الواقع ولا فهموا خلاف الواقع؟ أنه يقول لهم الكبير هو الذي حطم، صح؟ فاعتبر هذا كذبا، فيقول كذبت في ذات الله، فاعتبر هذا الكلام لأنه أفهمهم خلاف الواقع، وتعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فلذلك قال إيش؟ كذبت في ذات الله. الكذبة الثالثة التي هو عدها كذبا، دخل أرض وكان فيها ملك يقتل كل زوج مع امرأة، كل امرأة لها زوج يقتل زوجها. فدخل الأرض فلم يكن على الإسلام في هذه الأرض عند هذا الطاغية إلا هو وامرأته. فقال إن قلت أنك زوجتي قتلني وليس على الأرض على الإسلام إلا أنا وأنتي، فقال عنها هي أختي يعني في الدين في الإسلام. فهم ذاك إيش؟ أنها ليست ذات زوج، وهذا ليس بزوجها وإنما هو أخوها من النسب، ونجا من بطش هذا الطاغية. هذا الكذب الذي قاله إبراهيم عليه السلام، واضح؟ ولو لاحظتم كل ما قاله كان له مبرر، هو كان سقيما ما يفعل قومه، وهو لم يقل لم أحطمها وإنما
أقام عليهم الحجة اسألوها إن كانوا فعلا يستطيعوا أن يذبوا على أنفسهم أو حتى يخبرك من حطم أو حتى أنه ما استطاع أن يمنع من تحطيم الأصنام فقام عليهم الحجة. وكذلك لم يكذب عندما نجا بنفسه من هذا الطاغية المشرك الكافر فقال عن زوجته أنها أخته وهي أخته في الدين. واضح هذا الذي لكن هو لماذا قال هذا؟ لأنه وجد أنه ليس أهلا لهذا المقام أن يشفع لجميع الأمم، وهذا المقام لرجل واحد فقط. ها؟ لمن؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوجد أن الأكمل كان حتى هذا الأسلوب أن لا يستعمله، فاعتبره مانعا له من أن يكون أهلا لهذا المقام فيشفع لجميع الأمم. فذاك يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى من؟ إلى موسى. نعم كمل. فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول مثل قولهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، اذهبوا إلى غيري. سبحان الله، موسى عليه السلام كريم الرحمن من أولي العزم من الرسل وأفضل أنبياء بني إسرائيل، وحتى عند المفاضلة بين الرسل يكون أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى، ثم لا يفاضل بين نوح وعيسى يقول نوح وعيسى، هؤلاء خمسة أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أصحاب العزيمة الكاملة. ها هم من هم؟ أولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كعدد بالترتيب التاريخي، لكن أو أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام استغاث به رجل من قومه، يعني من بني إسرائيل، إسرائيل على رجل كاد أن يعتد عليه فرعون، فموسى عليه السلام وكزه وكزة وكان شديدا فقضى عليه من هذه الضربة، لم يقصد أن يقتله وإنما أراد ضربة لكن مات بهذه الضربة. تبهتم؟ فأدرك بأن هذا من الشيطان فاستغفر الله فغفر الله له، ورجل ذاك فرعوني كافر لكن قتله لم يؤمر بقتله، واستغفر الله عز وجل فغفر الله له، ومع ذاك إلى يوم القيامة هو يتذكر أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. تأمل اليوم يا أخوان، من يقتل المسلمين وهو من المسلمين وربما يكبر قبل أن يقتل والله أكبر ثم يفجر بالمسلمين، وربما يحرض على قتل المسلمين، وربما يريدهم المهالك، وتجده لا يشعر بشيء من ذلك بل يتبجح. نعم نحن دعونا الثورات، والثورات ما انتهت، هي ما زال في بدايتها وكأنه لم يصنع شيئا، لكن موسى عليه السلام قتل رجلا كافرا بالخطأ وكزوه فمات، ما ضربه بسلاح لكن ضربه ضربة على صدر فمات، ومع ذلك إليه واستغفر الله وغفر الله له، واليوم القيامة يتذكر ماذا؟ أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتله. فرق كبير. اللهم استعان. طيب اذهبوا إلى غيري، يقول لموسى عليه السلام أنت كليم الرحمن، وهذا دليل على فضل موسى عليه السلام وعلى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد كلمه الله، فلو كان وحيا لما امتاز بذلك وكلم الله موسى تكليما ولما قال له الناس أنت كليم الرحمن. نعم. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون عيسى فيقولون له اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر عيسى ويقول لهم مثل ما قال من قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب عيسى عليه السلام وهو في المهدي صبيا أشارت لي أمه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي؟ قال إني عبد الله. فذلك جاء في الحديث أنه ولم يذكر له ذنب وهو في المهد، قال إني عبد الله، ما ذكر له أنه وقع في شيء من الذنب، لكن أيضا هو ليس أهلا لأن يكون صاحب هذه الشفاعة العظمى، هي رجل واحد، وقد ذكر الله هذه الشفاعة في كتابه قوله جل وعلا:
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، له الشفاعة العظمى. يقول اذهب إلى محمد فإنه عبد، عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا، وهو عبد الله رسول، عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، ورسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم يعني ما مضى من الذنوب، وما تأخر ما لم يأتي بعد، وهو ما زال حيا. فأنزل الله قوله جل وعلا: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا مما خصه الله عز وجل به. وذاك ما جاء من الأعمال من قال كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما في ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. لم يعتذر كما اعتذر غيره، وإنما رست عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول: اللهم صل وسلم عليه. ثم يتقدم إلى ربه فيسجد تحت العرش بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة يفتقر الله عليه. ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، اشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. لكن أول ما يقول ماذا؟ أمتي أمتي. نعم. ويشفع في أهل الجنة حتى يدخل الجنة، ثم يشفع شفاعة أخرى في أناس دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار أربع مرات عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط مثلما قال المؤلف. الأفراط هم الذين إيش؟ يعني السقط اللي يموتون قبل آبائهم. نعم. تفاصيل يوم القيامة أمر عظيم، ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات، ويبقى في النار جماعة من الموحدين العصاة الذين دخلوها بذنوبهم، فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا بغير شفاعة أحد. هم البقية قد انتحشوا واحترقوا بالنار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة إن الدرس الأمس الحبة بذور دقيقة اللي من أول نزل مطر تنبت سريعة. نعم. كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا تم خلقهم أدخله الله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولا يبقى في النار من الموحدين أحد، ما يبقى فيها إلا الكفار الذين كتب الله عليهم الخلود فيها لكفرهم بالله، كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حقهم: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في حقهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال في حقهم: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله. وقال في حقهم: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي في الدنيا. وجاءهم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. هذه حالهم وهذه نهايتهم، العذاب السرمدي. نسأل الله العافية أبد الأباد، لا تنتهي النار ولا يخرجون منها، نسأل الله العافية. صحيح. يعني هذه عقيدة السنة الجماعة أن النار تبقى لا تفنى، ويبقى فيها أهلها الذين خلقوا لها، أهلها الذين هم أهلها كفار أصليون أبد الآبدين خالدين فيها أبدا. وقد يروج بعض الناس من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بفناء النار، وليس صريحا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما ينقل وله تخريج
يعني هو منقول عن ابن القيم أكثر من عن ابن تيمية. وابن القيم كما تعلم كان صوفيا ثم كما هو يصرح بأن هداه الله بشيخ الإسلام، فقد يكون هذا من بقايا ما يعني ورثه من الصوفية. على كل حال هذا الكلام اللي هو هل النار تفنى ولا تفنى، النار لا تفنى باقي أبد الآبدين بنص القرآن. لكن إذا كان في قول فيه إشارة إلى أن النار تفنى ممكن يحمل على ماذا؟ على نار العصاة. فالنار دركات، نار دركات، والعصاة ليسوا بدركة الكفار وليسوا بدركة المنافقين، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لهم دركاتهم ويتفاوتوا، حتى المعاصي يتفاوتون في دركات النار. فهؤلاء مصيرهم أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة، فيحمل كلام من أثر عنه شيء من ذلك بفناء النار أن المراد إيش فيها؟ المراد فيها من؟ نار العصاة التي خلاص أهله وقد العصاة وقد عذبوا فيها وأخرجوا جميعا منها، لم يبقى موحد في النار. فممكن دركات العصاة هذه تفنى. يعني لو قلنا أن في ثبت عن بعض أهل العلم أنه قال فناء النار، فيحمل كلام على إيش؟ أن الذي يفنى هو نار العصاة. أما النار التي خلقت لأجل الكفار فهذه لا تفنى ولا تبيد، وإنما يبقى فيها أبد الآبدين، نسأل الله العفو والعافية. والنصوص ظاهرة ذكر منها الشيخ ما ذكره في هذا السياق. نعم. أما تفاصيل يوم القيامة وما يتعلق بالميزان وبحال الميزان وثقله وتوزيع الصحف وما يصيبه من الكرب العظيم إلى غير ذلك، كل هذا موجود بعضه في القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة، من أراده وجده. نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله. نكتب على القدر ذي حمد السؤال، تفضل فيه أو نحن. نعم. نعم عبد الله سؤالك. يا طيب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.